ازيكم يا جماعة؟ انا بعمل الفيديو ده علشان ارد على التعليقات السلبية اللي جاتلي على الفيديو بتاع الام العراقية اللي قتلت اطفالها، لان انا واجهت تقريبا تعليقات سلبية كتير، واغلب التعليقات اللي جاتلي اصلا تعتبر تعليقات سلبية، يعني مفيش غير تعليقين تلاتة هما اللي دعموني او ضحكوني وفعلا بسطوني، وباقي التعليقات كلها كانت سلبية. في البداية بس كده، يعني قبل ما ادخل في الموضوع واقول التعليقات دي، يا ريت اي حد يبقى عنده تعليق سلبي يا ريت ما تقولهوش. انت ما تعلمش الشخص ده لما يشوف تعليقك ممكن نفسيته تتأثر ازاي. ودي قصة حقيقية، اقول لكم ان في بنت كانت فاشينيستا بتحب تعرض الفساتين علشان تشجع البنات ان هي تلبس فساتين بتبطل اللبس الضيق، بس للاسف وجدت تعليقات سلبية على ابتسامتها، ابتسامتك وحشة، بتبتسمي كده ليه والجو ده، لحد ما البنت دي اتشلت. فريد بعد اذنكم يا جماعه نخلي بالنا من تعليقاتنا، انت متعرفش تعليقك او الكلمه اللي طالعه منك دي هتاثر ازاي على الشخص ده. نخش بقى على التعليقات اللي جاتلي وفعلا استفزتني، يعني انا اتضايقت عشانها بجد. انت مصريه مالك بالمشاكل اللي بتحصل في العراق؟ العراق على فكره شعبها كويس والحادثه دي مش هتمثلنا في حاجه، ما تعمميش بعد اذنك لو سمحت. انا ما عممتش، يعني انا عايزه حد دلوقتي يجيب لي جمله او كلمه قلتها غلط في حق العراقيين. انا عايزه كلمه واحده في الفيديو انا قلتها غلط. اي حد بيقول اي خبر لازم يذكر مكان الحادثه، يعني انا هقول لكم حادثه، طب حصلت فين الحادثه دي؟ لازم تتقال مكانها. على فكره انا في اعلام، انا بدرس اعلام وعارفه الخبر ازاي يتقال والخبر الصحفي المفروض يتوفر فيه ايه، واعتقد الاعلام واحد في كل الدول العربيه بل في كل العالم كمان. فانا كان لازم اذكر هويه الام دي والمكان اللي حصل فيه، حتى لما بتحصل جريمه هنا عندنا في مصر وبنتكلم عنها بنقول حصلت مثلا في القاهره او في الجيزه وفي وبنحدد المكان. فيا جريت يا جماعه بجد انا ما قلتش اي حاجه فيها اساءه للعراقيين، لان انا عارفه واثقه جدا ان مش مجرد حادثه هتمثل شعب العراق، وانا عارفه تاريخ العراق برضو زي تاريخ مصر وكلنا البلاد العربيه كلها ليها تاريخ، فانا مش بألم تاريخ حد وما عممتش، ما قلتش ان الشعب العراقي بيقتل اطفاله، لا ابدا. انا اتكلمت عن الحادثه دي لانها هزتني فعلا، ومش انا لوحدي، هزت ناس كتير، هزتنا كلنا ان احنا نشوف ام مهما كان جنسيتها، عراقيه باريسيه حتى لو من دوله تانية مش مهم، المهم ان ام قتلت ولادها بدم بارد. هو ده اللي اثرنا كلنا. ان في حوادث بتحصل في مصر، انتوا بتقولوا في حوادث، كلمه حوادث بلدك، بتحصل حوادث في مصر، بس الحاجات دي احنا ما بنشوفهاش مثلا في فيديو او خدنا عليها اللي هو مثلا موجوده في دول كتير قتل والجو ده، بس كان قليل جدا لما نعرف ان ام اللي هي مصدر الامن هي اللي تقتل. انتوا مشكلتكم بقى ان هي الجريمه دي حصلت في العراق. خلاص يا جماعه والله احنا مش بنهير شعب العراق، اللي حصل ده مش اهانه شعب العراق، شعب العراق طبعا شعب عربي وكلنا بنحبه والله ومفيش اي مشكله، واحنا عارفين ان هو شعب عظيم، انا مش بمد اي اهانه ليه خالص، بس يا جماعه انتوا عندكم حساسيه ان هي مصريه اتكلمت عليكم. وفي واحده قالت لي هو بعد ما انت اتكلمتي كده خلاص انت عايزه تشتري وخلاص، بعد ما انت اتكلمتي كده خلاص يحكم عليها بالقضيه في الاعدام؟ يعني هيحكم عليها باعدام، مش حته ان انا اتكلمت ان هم يحكموا عليها باعدام، حته ان انا اتكلمت كمصريه غير اتكلم كاردني غير اتكلم كلبناني وغيري وغيري وغيري، كلنا اتكلمنا في القضيه. فمش بس بقت قضيه راي عام في العراق، لا دي بقت قضيه راي عام في الوطن العربي كله، ففعلا هيتاخد قصادها عقوبه جامده على الست دي وفي اسرع وقت ممكن. فايوه الكلام عنها هيأثر على فكره. الجزء بقى الاكبر واللي مضايقني فعلا، ومش بس للشعب العراقي ولا العراقيين اللي علقوني على الفيديو، لا دي كل الدول العربيه من بدايه مصر، السعوديه، الامارات، الكويت، كلنا. ليه بتقولوا مصري ولا سعودي ولا عراقي؟ ليه كده؟ يعني انا بتضايق والله العظيم، اتضايقت فعلا ان في واحده تقول لي انت مصريه خليكي في مشاكل بلدك. ليه يعني مصريه خليكي في مشاكل؟ احنا كلنا اولاد وطن واحد، احنا كلنا ولاد الوطن العربي يا جماعه، وطن الغرب عملوا زمان الحدود دي بينا عشان كل دوله تبقى منفصله عن التانيه عشان نفضل ضعفه ما نقدرش نقف قصادهم. دي المشكله، ان احنا لو فعلا اتوحدنا وبقينا مع بعض وايد واحده واسمنا ولاد وطن واحد، مش كل شويه بلد مصريه سعوديه كويتيه عراقيه، لا احنا لو فعلا بقينا ولاد وطن واحد هتبقى بلدنا كلها، يعني مش بلد مصر ولا بلد السعوديه، لا احنا هتبقى بلدنا واحده او وطننا واحد هو الوطن العربي، قضيتنا واحده مش حته عراقيه يبقى القضيه ما تمسناش احنا كمصريين، لا عراقيه تمسنا كمصريين، انا مصريه اتاثر بقضيتك لان كلنا قضيتنا قضيه واحده، لان كلنا ولاد وطن واحد، فقضيتك هي قضيتي، قضيتك كسعودي قضيتي كمصريه، وكذلك قضيتنا لان كلنا في وطن واحد، كلنا في مركب واحده، كلنا مستهدفين وانتوا عارفين مين اللي مستهدفنا. فيا ريت بجد يا جماعه ما نعمقش بينا قوي العنصريه في حته بلدي، لا نعمق العنصريه في حته وطني، ابن وطني عربي زيه. يا ريت يا جماعه نبعد العنصريه دي، مش عايزه اي حد اللي هو انت مصريه ما تتكلميش ولا عراقيه ما تلكيش فيه ولا سوريه، احنا كلنا ولاد وطن واحد.
فريت بجد ما نتأثرش بأي كلام غربي بأي عمل غربي يساعد إن احنا نفترق عن بعض. أسفة لو طولت عليكم، بس بجد أنا نفسي رسالتي دي توصل لأكبر عدد ممكن من الدول العربية، إن احنا بجد نتوحد مع بعض بجد. والله حلمي من وأنا صغيرة، وخدت درست مادة الدراسات في إعدادي وأنا صغيرة، وعرفت الغرب قسمونا قد إيه عن بعض. كان نفسي إن احنا ننتقل بين الدول العربية بالبطاقة الشخصية، مجرد إن أنت عربي تقدر من مصر تخش ليبيا عادي، تخش العراق، أي دولة تروح التانية بمجرد بطاقتنا إن يذكر فيها إن أنت من الوطن العربي، مش باسبورت والحواجز اللي بينا دي كلها. انا اسفه على الاطاله يا جماعه، بس بجد يا ريت تفكروا في كلامي ده، وبتمنى ان لهجتي تتفهم لكل، ان في برضو ناس واجهتهم مشكله في اللهجه. بس اسفه برضو لو اتكلمت بعصبيه، بس فعلا انا غيرانه على وطننا، غيرانه ان مبقاش في حد يهتم بالوطن العربي، مبقاش في حاجه اسمها اصلا الوطن العربي، احنا بناخدها في الكتب. فياريت بجد ناخد بالنا من الرساله دي، واسفه مره ثالثه على الاطاله.